مدام معنا الفاضل، معنا الاستاذ الدكتور دي بي زهير مدير جامعه العربي بالمهدي المبوقي. دكتور، فيه مقترح من اجل انشاء كليه الطب على مستوى جامعه العربي بالمهدي، اكيد ستكون اضافه سواء بالنسبه للجامعه او للولايه بصفه عامه. بودنا الحديث عن ملف هذا الكليه، تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. في الحقيقة هناك مقترح من أجل إنشاء ملحقة لكلية الطب على مستوى جامعة العربي بن مهدي بأم البواقي، وتواصلنا مع الوصايا في هذا الشأن، وكان هناك مقترح من أجل إلحاق هذا الفرع وهذه الملحقة بأحد الجامعات الشرقية، جامعة قسنطينة أو جامعة باتنا، التي لها من الإمكانيات ومن الخبرة في التكوين في مجال الطب. إذا هذا كان مطلب على مستوى الولاية منذ التحاقنا على رأس جامعة العربي بن مهدي، واستغلينا هذه الفرصة التي يعني كانت في إحداث تغييرات على مستوى الوزارة الوصية، واقترحنا ملف كامل وشامل أين أظهرنا وأبرزنا إمكانية جامعة العربي بن مهدي بأن تستطيع أن تكون في هذه الملحقة. للعلم، هذه الملحقة نظامها سيكون لمدة 3 سنوات على مستوى جامعة العربي بن مهدي، إذا حصلنا على الموافقة بطبيعة الحال 3 سنوات من الجذع المشترك. أبناءنا بأبناء الولاية وأبناء الولايات المجاورة يستطيعون مزاولة الدراسة في هذه الجامعة، وبعدها الالتحاق بأحد الجامعات، هي جامعة باتنا أو جامعة قسنطينة أو عنابة، لما لا. ننتظر بعد يعني عرض وطرح هذا الملف على مستوى الوزارة الوصية، ننتظر في الأيام القليلة القادمة لجنة ترسل من طرف السيد وزير التعليم العالي إلى الجامعة من أجل الوقوف على إمكانيات البيداغوجية التي توفرها هذه الجامعة، وأيضا الإمكانيات التي تتوفر على مستوى الصحة وبالأخص المستشفيات. يعني استغلينا فرصة المستشفى الجديد لمدينة عين مليلة وهو مكسب للولاية، استغلينا هذه الفرصة من أجل إعطاء يعني بداية التكوين تكون مع هذا المستشفى الجديد، والتربصات السنة الأولى والثانية والثالثة، يعني ما تطلبش تربصات كبيرة، ولكن على الأقل عندنا مستشفيات على مستوى الولاية في كل دوائر الولاية اللي يقدر يكون عندهم يعني تربصات، ولو تربصات بسيطة، في انتظار هذه الفكرة. يعني النهاية نتاعها هو أنه ان شاء الله الجامعه نتاعنا يكون عندها كليه خاصه للطب. البدايه ستكون بملحقه، وان شاء الله تنجح فيها الجامعه لانه عندها من الامكانيات البيداغوجيه اساتذه، لانه الفرع قريب، في خاصه في السنتين الاولى قريب من فرع البيولوجيا، من الجذوع المشتركه، فيها الكيمياء، فيها الرياضيات، فيها الفيزياء، فيها البيوفيزياء، وهذه كلها يعني مقاييس تدرس في ميدان البيولوجيا. اذا طرحنا هذه الفكره امس في اجتماع المنعقد على تحت اشراف السيد ولي الولايه اللي هو مشكور يعني بالمناسبه، مع طرحنا عليه الفكره في المجلس، وعلمناه باللي هناك لجنه ستتنقل الى ولايه ام البواقي، بارك هذا المسعى واعطى موافقته يعني الفوريه على أن يلتقي بهذه اللجنة ودعم الجامعة في هذا المسعى من أجل فتح فرع جديد وهو فرع الطب على مستوى جامعة أم البواقي. وكذا نود أن نشكر السيد مدير الصحة اللي يعني علمته قبل ما ندير هذا الإجراء ومضنا وثائق رسمية بإمكانية يعني متابعة واستقبال الطلبة في التربصات على مستشفى يعني على مستوى المستشفيات الولاية. إذا نلاحظ أنه هناك التفاف، يعني حتى في كل مجلس ولائي كانت تطرح هذه الفكرة، والحمد لله احنا سعينا
وان شاء الله نكونوا يعني عند حسن الظن كل ابناء هذه الولايه، وان شاء الله يكون عندنا هذا الحظ يعني بتظافر الجميع، كل المنتخبين المحليين، المنتخبين على المجلس الوطني الشعبي، و يعني على كل المستويات. والحمد لله لاحظنا باللي كل الناس ملتفه حول هذه الفكره، واكيد اذا كان التفت الناس كلها على الفكره وكانت يعني واقفه وقوف رجل واحد، اكيد سنصل ان شاء الله الى افتكاك هذه الملحقه، وتبقى يعني البقيه على قطعين، وهو قطاع التعليم العالي بالتكوين، وقطاع يعني الصحه بالتربص. شكرا جزيلا، يعطيك الصحه دكتور.